نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة لمستمعي ومشاهدي قناة المواطن. عدنا مرة أخرى في هذه الحلقة المباركة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي خصصنا الحديث فيها عن رضاعه صلى الله عليه وسلم، ونحن قد تحدثنا عن ميلاده صلى الله عليه وسلم أنه ولد في سنة الفيل، وعلى أرجح أقوال المحققين على أنه في اليوم 12 من ربيع الأول من سنة الفيل. وأحببنا هنا أن نخصص حلقة لنتعرف عن كيفية إرضاعه صلى الله عليه وسلم، كيف تم رضاعه عليه الصلاة والسلام. العرب من طبيعة الحال كانت عندهم عادات معروفة منذ القدم، أنهم يدفعون أبناءهم للمرضعات في البدو، واختيارهم للبدو دليل على أنهم يريدون من أبنائهم أن يكونوا يعني تكون عندهم شجاعة ويكون عندهم بنية جسمانية قوية، فلذلك يدفعونهم للمرضعات في البدو وليس في الحضر. وأول من أرضع النبي عليه الصلاة والسلام هي أمه آمنة بنت وهب، طبيعة الحال فهي أمه التي ولدته، فهي أول من أرضعه. ثم بعد ذلك أرضعته تويبة مولاة أبي لهب، أرضعته تويبة مولاة أبي لهب، ثم كذلك أرضعته كما قلنا تويبة مولاة أبي لهب، وهي نفسها التي أرضعت عمه حمزة ابن عبد المطلب، فعمه حمزة هو عمه وفي نفس الوقت أخوه في الرضاعة. ثم كذلك أرضعته حليمة بنت دؤيب السعدية من بني سعد بن بكر. وهذه المرأة قد رأت في إرضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم آيات عجيبة جدا، وهي الآن من خلال هذه القصة ستروي لنا بنفسها، هي التي حكت لنا كيف تم إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد. قالت: خرجت، انتبهوا إخواني، قصة عجيبة جدا في رضاع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: خرجت من بلدي مع زوجي وابن صغير لنا نرضعه في نسوة من بني سعد نلتمس الرضاعة، وذلك في سنة شهباء. السنة الشهباء هي السنة القاحلة العشفاء. لم تبق لنا شيئا، خرجنا على أتان لنا ومعنا شارف، الشارف هي نوع من الإبل الكبيرة في السن، ومعنا شارف، تقسم بالله وتقول والله ما تبض بقطرة، يعني خرجت على أتان وهي يعني أنثى الحمار وهي الأتان، وعلى هذا الشارف من الإبل التي قالت والله لا تبض بقطرة، يعني ما فيها قطرة لبن، وما ننام ليلنا أجمع، يعني لا ننام الليل كله من بكاء صبيين الذي معنا من الجوع، إذ ما في تديي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغديه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج، خرجنا نلتمس الرضعاء في مكة، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم. الله، ألم يجدك يتيما فآوى. نعم، كل من عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها إنه يتيم ترفضه، وهذه المرأة هي التي تحكي هذه القصة بنفسها. وذلك أننا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، كلهم أخذوا الرضاعة إلا أنا لم أخذ رضيعا. فلما أجمعنا العودة إلى بلدنا قلت لزوجي والله إني أكره أن أرجع ولم أخذ صبيا ولم أخذ رضيعا، والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم فآخذه. فقال لي زوجي: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة.
قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على ذلك. انتبهوا يا إخواني، لا تؤمنوا بالغيب ولا تعلموا أنه سيكون نبي. قالت وما حملني على ذلك إلا أنني لم أجد غيره، فلما رجعت به إلى رحلي ووضعته في حجري أقبل على تدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام. وقام زوجي إلى شارفنا، تلك الشارفة التي كانت وأقسمت على أنها لا تبض بقطرة لبن، قال وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل، يعني حافل اجتمع فيها اللبن في ضرعها، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعنا، فنمنا بخير ليلة. هذه أول ليلة أخذت فيها الصبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فلما أصبحنا قال لي زوجي تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قلت والله إني لا أرجو ذلك. ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليه شيء من حمرهم. هذه الأتان قطعت بالركب ما لم يقدر عليه أحد من حمرهم، حتى إن صواحبي النساء اللواتي خرجنا معها قلنا لي ابنة أبي دؤيب ويحك اربعي علينا، أليست هذه آتانك التي كنت خرجت عليها؟ فقلت لهن بلى والله إنها لهي. فقلنا والله إن لها لشأنا. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح على حين قدومنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي دؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شبعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتان. هذه بركة إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة تحكي بنفسها. قالت وفصلته، يعني وفصاله في عامين كما ذكر القرآن، وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتين حتى كان غلاما خفرا غليظا شديدا، كان قوي البنية، فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكته فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة، فلم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به. يعني بعد سنتين من الرضاعة عند يعني حليمة السعدية من بني سعد ردته معها مرة أخرى، لكن وبعد مقدمنا بأشهر تقول وإنه لفي بهم لنا مع بعض البهائم مع أخيه خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه داك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقى بطنه. قالت فخرجت وأنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا، يعني متغير الوجه، فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاء لي رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو، فرجعنا به إلى خبائنا. وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فالحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك عليه. قال الحقيه بأهله، يعني كانوا يخشون عليه من مس الجن. قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت ما أقدمك به يا ضئر،
الضئر هي المرأة العاطفة على ولد غير ولدها المرضع له، لذلك قالت لها ما أقدمك به يا ضئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكته عندك؟ فقلت لها قد بلغ بني يعني الأجل وقضيت الذي علي وتخوفت عليه الأحداث فأديته لك كما تحبين. قالت ما هذا شأنك؟ فاصدقيني، ما هذا شأنك؟ ما هذا هو السبب الذي أرجعته؟ اصدقيني القول. فلم تدعني حتى أخبرتها بالخبر وبالقصة. قالت أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت نعم. قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني هذا لشأن، أفلا أخبرك به؟ قالت بلى. قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه. فقالت لها دعيه عنك وانطلقي راشدة، يعني خلاص انتهى الأمر. ردته حليمة لأمه. هكذا كان استرضاعه صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، شأنه شأن أبناء سادات قريش، يرسلون أبناءهم لكي يرضعوا في البوادي كما ذكرت في البداية، يصبحوا يعني ذوي أجسام وبنية قوية، وكذلك يرسلونهم لفصاحة اللسان لأن اللسان البدوي أفصح من اللسان الحضري، وقد مر صلى الله عليه وسلم معتزا بشرف أصله واسترضاعه في البادية، قال أنا أعربكم، أنا قريشي أو قرشي، واسترضعت في بني سعد ابن بكر صلى الله وسلم على هذا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحلقة التي تلي الحلقة بعد الرضاع، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.